المصري النهارده بضربات الترجيح 5-3 بعد ماتش صعب في الوقت الاصلي، وقدر انه يكسب فيه 3-2 بنفس النتيجه في ليبيا، وبالتالي طبعا لجوا الى ضربات الترجيح. كابتن كريم، ازيك يا كابتن؟ ازيك يا كابتن فاروق، عامل ايه؟ اخبارك يا ابو الكباتن؟ كله تمام الحمد لله، تمام. وحشنا يا حبيبي. وانت جدا 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 مبروك للمصري النهارده تاهله لدور المجموعات في الكونفدراليه، وان كان طبعا تاهل صعب هي، يعني خليني اقول لك النادي المصري فرط في ان هو يريح نفسه من ليبيا، يعني ده رقم واحد. رقم اتنين النهارده كان هيصعب على نفسه الامور كتير الحقيقه. بتفق معاك في النقطتين دول يا كابتن فاروق، لان انا شايف برضو مش عايزين نسهل الفريق اللي كان بيلعبه النادي المصري. لكن لا، فريق طبعا محترم يعني، اكيد محترم، بس الموضوع كان بايد النادي المصري. النادي المصري هو اللي صعب الامور على نفسه في ماتش الذهاب، وصعبها اكتر كمان في ماتش العوده. زي ما انت قلت، اكلمك اول حاجه طبعا النواحي الجماهيريه. النهارده كانت النواحي الجماهيريه كانت قليله جدا، يمكن ما كانش في جمهور خالص بيساند الفريق ولا اللعيبه. وصدقني يا فاروق، انا بدي عذر كبير جدا للجمهور ان هو يقطع مسافه كبيره جدا كل ماتش من بورسعيد لاسكندريه. ده هدك كبير جدا على الجمهور وعلى المنظومه كلها. فاتمنى ان في ملعب يكون قريب يحتوي النادي المصري، بحيث ان الجماهير تقدر تسنده في المشوار الصعب. لان انت قلت النهارده ماتش صعب، وصدقني الجماهير النهارده لو كانت موجوده ما كانتش النتيجه دي هتفضل زي ما هي كده. كان وجود الجماهير كان يفرق كثير مع اللعيبه. قصدك طبعا انت عارف الكلام ده كابتن فاروق، يعني الجمهور رقم اللعيب رقم واحد، سواء الاهلي والزمالك، مصري، اسماعيلي، الانديه الجماهيريه كلها رقم واحد عندها هو الجماهير. فاكيد النهارده كانوا سايبين فراغ كبير جدا، لكن انا عاذرهم طبعا والله يكون في عونهم. والجماهير، انا عايز اقول لك حاجه، انا بنقل لك الصوره برضه. طب هو ليه نادي المصري ما بيطلبش في المباراه حتى الافريقيه على الاقل يبقى موجود في مباراه، يعني في مكان قريب من النادي المصري او من بورسعيد؟ والله عشان ما اظلمش حد، يعني عشان مجلس الاداره يبقى يكون سمعنا، يعني هو اكيد مجلس الاداره سمعنا، بس انا برضه عشان ما اظلمش الناس، لان في ناس بتتكلم ان هم فعلا طلبوا، لكن ما بيجيش موافقه امنيه. يعني هي الموضوع كله انت بتستنى الماتش الامنيه سواء اسماعيليه. ماشي، انا ممكن في الدوري المصري نقول ماشي، لكن في بطولات افريقيا احنا بنلعب فرق من بره اصلا، فانت محتاج الجمهور، محتاج الدعم الكبير من خلال قرب المسافه يعني. فاعتقد ان ده درس كبير جدا للمنظومه عموما، او للمنوط ان هو يقدر ينقل النادي المصري من برج العرب لملعب قريب. يعني النهارده زي ما بيقولوا كده، يعني جرس الخطر بدا يقول لك لا، في حاجه هنا غلط. فالنهارده معلش في الادوار التمهيديه، انت النادي المصري دايما متعودين عليه، دايما في فتره كابتن حسام، الكابتن معين الشعباني، في وقت كابتن علي ماهر، تخش الكونفدراليه مرتاح، بتعدي الادوار التمهيديه بصوره كويسه، وبتوصل لادوار كويسه في الكونفدراليه. لكن النهارده من البدايه لا، في ناقوس خطر بيقول يا جماعه خلي بالكم، احنا محتاجين جماهير، خلي بالكم لازم الملعب يكون قريب. والله كل الانديه الشعبيه يا كابتن محتاج الجماهير صدقني. ما هو خلي بالك انت، جمهور يعني جمهور النادي المصري يملى اي استاد في مصر يا فاروق، وانت عارف الكلام ده كويس جدا. طبعا. لكن النهارده لما تيجي تقول لي انت لسه قايلين الوقت، انا وانت قلنا في الدوري خلاص ده كيس مختلف، حاله مختلفه. طب النهارده انا بلعب كونفدراليه وبمثل، ما بمثلش بورسعيد بس، انا بمثل مصر زي اهلي والزمالك وبيراميدز والانديه المشاركه سواء في ابطال افريقيا او كونفدراليه. مظبوط. طب ليه النهارده بتنقل لي في ملعب بعيد وتصعب الامور على جماهير انا؟ فانت بتضر الكره المصريه في الاول والاخر، ما بتضرش النادي المصري ولا جماهير بورسعيد بس. فانقل الملعب قريب، وخلي الجماهير تبقى الدعم الاول للفريق، وخلي النادي المصري والانديه كلها تشرف الكره المصريه عموما زي ما احنا متعودين منهم في الفتره الاخيره. تمام يا كابتن. طيب لو انا قلت لك على تشكيله المصري النهارده واسلوب اداء كابتن علي ماهر مع اللعيبه، هل كان التقصير واللي حصل في الماتش، وكان الناس كلها كانت حاطه ايديها على قلبها في اخر 10 دقائق الحقيقه يا كابتن، هل ده سببه اللاعبين ولا الاداره الفنيه من وجهه نظر كابتن كريم؟ هي الناس كانت حاطه ايديها على قلبها لغايه اخر شوطه بتاعه دبش، مش اخر 10 دقائق، لان هو الماتش خلص ضربات جزاء بكره دبش. لا انا بتكلم في الوقت الاصلي، كانت برضه كانت فرصه كبيره، يعني كان عنده كذا فرصه نادي الهلال ان هو كمان يتعادل، فده كانت هتفرق. طبعا. وكان ممكن يكسب كمان قبل ما توصل ضربات جزاء. صحيح. انا شايف الجزء كبير جدا من الاداره الفنيه النهارده ما كانش موفق بالنسبه لعلي ماهر والجهاز الفني. انا الراجل عارفين، كلنا عارفين زوران راجل مدرب كويس، لكن عنده عيب خطير جدا، وعنده ميزه، عنده ميزه ان هو دايما عنده اندفاع هجومي. النهارده لو تتفرج على الفريق اللي عنده المصري بيلعب ضغط عالي طول الملعب، مش باكي على حاجه خالص. كان لازم يبقى عنده حرص شويه في وقت من الاوقات، كان لازم النهارده محمود حماده يتغير في وقت من الاوقات وتنزل ديفندر رقم 6. النادي المصري محتاج ديفندر رقم 6 باسرع وقت. انا ما اعرفش ده متاح بالنسبه للناس اللي موجوده ولا لا، لكن النهارده انت عندك مشكله كبيره جدا في رقم 6. انت الاثنين المدافعين اللي عندك اول واحد بيبقى قدامهم محمود حماده، ودي مشكله كبيره جدا. محمود حماده ما بيلعبش 6، بخلاف كمان الاخطاء المتكرره لمحمود حماده وثباته في التشكيل، ده برضه علامه استفهام مش بالنسبه ليا بس، بالنسبه لاي حد متابع النادي المصري. انا بكلمك بصوره عامه.
ففي غلطات كده غريبه كانت بتحصل بغض النظر عن اخطاء اللعيبه اللي انا بتكلم عنها، لكن انا بكلمك انت محتاج البوزيشن ده باسرع وقت، انت محتاج لعيب يحمل مدافعين بصوره كويسه وهو رقم 6. ثاني حاجه انت النهارده جيت لك اكتر من فرصه وتقدمت اكتر من مره، امتى نشوف النادي المصري في الماتشات الثقيله دي بيقدر يستحوذ ويموت الماتش زي ما احنا بنقول؟ مش هقول لك يجيب جون ثاني، لان طبعا النهارده اللي انت تامن الجون بجونين وانت على ملعبك وعندك الامكانيات لكده وعندك اللعيبه اللي تسمح لك كده، فانت النهارده ما قدرتش تغطي الهدف بهدف، يبقى على الاقل تموت الماتش بلغه الكوره يا كابتن فاروق، صح ولا غلط؟ تمام. جالك وقت من الاوقات كان لازم تستحوذ، كان لازم تنقل الكوره بشكل كويس، كان لازم تدعم اكتر في نص الملعب في خلال المباراه، لكن ده ما حصلش، ففي الاخر ادى ان انت خلاص الموضوع بقى ايكوال، بقى راس براس. صحيح. الليبي كمان بداوا يسمعوا فيك، بداوا يضغطوا عليك، بداوا يضيعوا فرص، فانت كان لازم تقتل الماتش من اول المباراه، وخصوصا الماتشات الصعبه ده كابتن فاروق انت عارف انها لازم تموت في بدايه المباراه خصوصا على ملعبك. ما موتهاش في بدايه المباراه، خلاص انت جات لك الفرصه في اخر الماتش وتقدمت بهدف، استحوذ كوره في نص الملعب، موت الماتش بلغه الكوره، فده ما حصلش النهارده ولا من اللعيبه ولا من الجهاز الفني. ببارك لحضرتك يا كابتن، ببارك للنادي المصري وصوله لدور المجموعات في الكونفدراليه الافريقيه. كابتن كريم طبعا ذكري احد نجوم نادي المصري حقيقه ونادي الزمالك كمان، لان كريم لعب في الزمالك. طيب سريعا بس عشان الاخبار وثم كابتن رضا عبد العال هيكون معانا، حقيقه النادي الاهلي الماتش اللي جاي مهم جدا، اي حديث عن اي صفقات بقى وامور ممكن تكون موجوده